بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة الأبسط التعليمية ترحب بكم في تبسيط علم الفيزياء للمرحلة الثانوية بنظاميه الفصلي والمقررات. المستوى الأول فيزياء واحد. سنناقش في الحلقة 13 من سلسلة شرح الفصل الرابع فيزياء واحد القوة في بعد واحد، الفرق بين الكتلة والوزن، وهذا والترميز الخاص بالحلقة. لو طلب منك صديقك قياس وزنك فماذا ستفعل؟ الشيء الطبيعي انك هتروح تجيب الميزان وتطلع فوقه وتقول له اني وزني 60 كيلو جرام، وستستخدم وحدة الكيلوغرام لقياس وزنك. استعمالك للميزان لقياس وزنك يعتبر خطأ كبير عند الفيزيائيين، لان الميزان يستخدم لقياس الكتلة وليس لقياس الوزن. عليه يجب ان تقول لزميلك اذا قال لك كم وزنك، تقول له انت قصدك كم كتلتي، وتروح تجيب الميزان، ثم بعد ذلك تستعمل الميزان وتقول له كتلتي 60 كيلو جرام وليس وزني. عليه بناء على ما سبق، فان الذي يقاس بالميزان والذي يقاس بوحدة الكيلوغرام هي الكتلة وليس الوزن. اذا فما هو الوزن عند الفيزيائيين؟ الوزن هو قوة والكتلة ليست قوة. الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. بما أنه قوة طبعا، إذن هستخدم قانون نيوتن الثاني لقياس الوزن، وأقول أنه FG هذا هو الرمز حق الوزن، F gravity يعني F الجاذبية الأرضية، يعطينا M الكتلة في G اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية اللي هو يساوي 9.8. إذن الوزن هو FG، وكل اللي عليك عشان تحول الكتلة إلى وزن تضربها في 9.8، أو العكس لتحول الكتلة إلى وزن إنك تقسم على 9.8. هل تتغير قيمة الوزن حسب موقعك؟ بما أن الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم، زي ما ذكرنا أنه يساوي M في G يعني يساوي M في 9.8، عليه ستختلف قيمته على القمر أو عطارد. ليش؟ لأنه سيختلف تسارع الجذب على القمر وعطارد عن الأرض. قلنا أنه تسارع الجاذبية الأرضية 9.8، ولكن تسارع الجاذبية القمرية 1.6 متر لكل ثانية تربيع فقط، وتسارع الجاذبية في عطارد 3.7 متر لكل ثانية تربيع. يعني لو نبى نطلع الوزن في القمر هقول أنه كتلتك في 1.6، ولو بدي أطلع على عطارد أقول أنه كتلتك في 3.7 لإيجاد الوزن. نأخذ مثال، ما وزنك على الأرض والقمر وعطارد إذا كانت كتلتك 60 كيلوغرام؟ فهستخدم القانون طبعا، FG تدينا M في G. فالأرض هقول أنها 60 في 9.8 هتطلع لنا 588 نيوتن، إذن الوزن يقاس بوحدة النيوتن لأنه قوة. القمر حضرب في 1.6 هتطلع لي 96 نيوتن، وعطارد حضرب في 3.7 يعطيني 222 نيوتن، مع ملاحظة أن كتلتك ثابتة لا تتغير حسب موقعك، ولكن الوزن لأنه قوة ويقاس بالنيوتن فقد تغيرت قيمته. إذن السؤال، هل تتغير قيمة الكتلة حسب موقعك؟ تقول لا، لأن الكتلة خاصية من خواص الجسم. اللي يهمنا في هذا الكلام انه عندما تقرأ في المسألة يقول لك الوزن، انتبه وانتبه وانتبه، لانه عقلك الباطن هيفسر كلمة الوزن على طول مباشرة على البرمجة السابقة حقته ويفهم بانه الكتلة، ولكن تنتبه انه الوزن هذا قوة وانك لازم تحوله الى كتلة. فاذا كان المطلوب حساب الوزن، فانت عليك اول شيء انك تحسب الكتلة بالكيلوغرام، ثم أحسب الوزن بضرب الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية، يعني تكتب FG يعطينا M الكتلة في 9.8 أو حسب الكوكب اللي انت عليه. وإذا أعطاك في المسألة الوزن فأحسب الكتلة مباشرة، لا تنتظر، حول على طول الوزن إلى كتلة بأنك تقسم على تسارع الجاذبية، وتكتب أنه M الكتلة تعطينا الوزن على 9.8 أو تسارع القمر أو الكوكب اللي انت عليه. ملخص الحلقة، الكتلة ليست قوة، ولكن الوزن هو قوة جذب الأرض للأجسام، إذن هو قوة، تقاس بوحدة الكيلوغرام، والوزن يقاس بوحدة النيوتن لأنه قوة، ثابتة لا تتغير حسب الموقع، يتغير حسب قيمة تسارع الجذب في الكوكب أو القمر اللي انت عليه، تقاس باستخدام الميزان، أما هذه يحسب باستخدام القانون. تحقق من فهمك، حدد هل العبارة صحيحة أو خاطئة. كتلة رواد الفضاء على القمر أقل من كتلتهم على الأرض، هذه العبارة طبعا خاطئة،
لأنه قال كتلة، والكتلة قلنا أنها ثابتة لا تتغير مع الموقع. يستخدم الميزان لحساب وزن شنطة السفر قبل الذهاب للمطار. هذه العبارة أيضا خطأ، لأنه قال يستخدم الميزان لحساب وزن، ونحن لا نحسب وزن ولكن نحسب كتلة الشنطة قبل السفر. تقاس الكتلة بالنيوتن لأنها قوة. العبارة أيضا خطأ، لأن الكتلة تقاس بالكيلوغرام وليست قوة، ولكن ممكن أكتب يقاس الوزن بالنيوتن لأنه قوة، أو يقول تقاس الكتلة بالكيلوغرام وهي ليست قوة. يجب أن يكون وزن أحمد بكوكب المشتري ووزنه على الأرض متساويا. العبارة هذا أيضا خطأ، لأنه قال وزن وفي كوكبين مختلفين ومتساويين مستحيل، ولكن بإمكاننا نقول يجب أن تكون كتلة أحمد بكوكب المشتري وكتلته على الأرض متساوية. لا يمكن تحويل الوزن لكتلة. عبارة أيضا هذه خطأ، لأنه يمكن تحويل الوزن إلى كتلة. يمكن لي رفع صخرة كتلتها 200 كيلوغرام بدون جهد كبير وأنا على القمر. العبارة هذه صحيحة، لأن القوة اللي أبذلها عشان أرفع بها الصخرة هتكون سدس القوة اللي أحتاجها على الأرض، لأن جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. تصحيح العبارات الخاطئة كانت كالتالي: وزن وزن كتلة يقاس الوزن لأنه يجب أن تكون كتلة أحمد وكتلته. هذه العبارة نشيل كلمة لا والأخيرة أصلا صحيحة. إذا كانت إجاباتك على كل الأسئلة السابقة خاطئة فلا تحزن، ترى كلنا أخطأنا، وكلنا أول ما تعلمنا الفرق بين الكتلة والوزن غلطنا ألين قلنا، بس شيء طبيعي جدا. في إعادة برمجة العقل الباطن بالمعلومات الجديدة، أنك تبى تدخل تمسح منه أن الوزن يقاس بالميزان وأن الوزن يقاس بالكيلوغرام وتحوله إلى كلمة كتلة وتجيب الوزن وتقول أنه قوة، يحتاج فقط لوقت تتدرب، تخطئ تخطئ تخطئ، ثم ستتعلم وتتدرب على هذه المهارة. ما سيتم شرحه في الحلقة القادمة مشيئة الله، مراجعة 4-1، وشكرا لكم. نشكر لكم دعمنا عن طريق ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع من تحبون، ونأمل متابعتنا على حسابنا في التويتر وقناتنا في التليجرام، وسنسعد باستقبال مراسلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وشكرا لكم.